Riyam 25. An old friend. The Queen. A deadline. حد مجمع؟ كل دي حاجات ما تبانش ان هي مرتبطة، كل دي حاجات diverse جدا، بس هي فعلا مرتبطة ببعض. ازاي؟ through music. Music هي اللي تقدر توصل الحاجات دي كلها. ازاي؟ The M25. The M25 ده طريق في انجلترا. معروفة، لو انا بطلع على الطريق ده، اول ما بطلع بقفل العربية. ليه زحمة جدا؟ مش بعرف ان انا اتحرك. فكان في ارتست عليه كان انسبايرد، كتب اغنية اسمها The Road to Hell. An old friend. كان في باند ممبر ساب الباند بتاعته علشان من كتر المخدرات اللي كان بياخدها. وبعد كده رجع لهم بعديها بسبع سنين. كان شكله متغير تماما. كان شعره طويل بقى اقرع خالص بقى تخين جدا ملامح وشه اتغير. وهم ما عرفوهوش. بس لما حد قال لهم ده مين اتأثروا جدا. وكتبوا له اغنية اسمها Wish You Were Here. The Queen. اي حد فينا يفتكر ان الكوين اللي هو انا هبريز في الكوين كلنا بنحب الكوين في انجلترا بس الباند دي لا الباند دي كانت متضايقه من البوليسيز بتاعت انجلترا حاسين انه في نوكلير وور هيحصل فعملوا اغنيه اسمها ايه لندن كولينج كولينج فور هيلب ا ديدلاين كان في بيس بلاير دخل قبل كده الاستوديو سيشن والباند دي كان عندها ديدلاين لازم ان هم يسلموا عدد اغاني معين فهو دخل ما عندوش اي افكار فدخل كان بيهوهو فالباند ممبر الثاني بتاعه قال هي بول دوغ فعمل اغنيه اسمها هي بول دوغ من احسن الاغاني بتاعتهم دلوقتي ميوزك وصلت الحاجات المختلفه دي كلها ميوزك دايفرس جدا وفي نفس الوقت ميوزك باورفل جدا والحاجات الدايفرس دي موجوده من زمان طب ما تيجوا نبص للهيستوري بتاع العالم بتاعنا الهيستوري بتاع السوسايتيز ثرو الميوزك تعالى من 3500 سنه هنا في مصر كان الميوزيشن ساعتها ليه ستيتس عاليه جدا كان الميوزيشن ساعتها كان معمول للانترتينمنت بيربسز بس ما كانش ليه اللي هو لازمه كبيره قوي يعني في السوسايتي كان بيعمل بيرفورمنسز للرويال فاميلي بس ما كانش فعلا ليه يعني مكانه كبيره جدا بعديها بكام سنة في اليونان كان ساعتها أول دور للميوزيشن ليه دعوة بالدين. الميوزيشن هنا كان بي praise Apollo اللي هو God of music, prophecy, with the truth. بعديها بكام سنة؟ سنة 900 تقريبا أو حاجة كده. كان ساعتها الرومان كاثوليك تشيرش هي المسيطرة في سنترال Western Europe. وكان ساعتها في بوب اسمه Gregory the First. عشان كده أول حاجة عملوها ليه دعوة بالدين الكاثوليك كانت حاجة اسمها The Gregorian Chant. نفاست فورورد شوية للكلاسيكال والمودرن كلاسيكال إيرا. الفترة دي اللي هو احنا بنعتبر ده مثلا من أول الميوزيشنز بجد اللي هو فترة كانت كلها بيروقراطية. هنرفلكت على الفترة دي ازاي؟ بأنه الناس كانت عايزة أن هي تنزل تروح لميوزيشن كان في بيتهوفن كان في باجانيني كان في موزارت دول كلهم نعتبرهم أول ميوزيشنز بجد اللي هو ممكن يبقى فيه كونسرت الناس تجي لي الناس تجي تتفرج عليا كميوزيشن كبرفورمر وإحنا بنتعلم منهم لحد دلوقتي في المزيكا بتاعتهم بنتعلم لحد اليوم ده نستخدم السكيلز بتاعتهم والحاجات اللي في الثيري بتاعتهم أوتو جوي ندخل بقى في فترة بنسميها short songs أو pop songs. تشوك بيري أول روك ستار. الأغنية دي جوني بي جود أول روك سونج حصل. كانت برضو inspired من ايه؟ في الفترة دي كانت اكتر حاجة مسيطرة اللي هي البلوز والجاز هو كل اللي عمله انه خدها وخلاها اسرع عمل كده ده كل اللي عمله وفعلا لحد دلوقتي احنا بنعتبره اهم واحد واول روكستار في التاريخ
بعديها في الستينات اكتر حاجه مسيطره كانت حرب فيتنام بالذات في امريكا. جون فوجرتي من الناس اللي كانوا معترضين على الحرب، من الناس اللي كان عنده strong views ضد ان الحرب تتعمل، فكتب اغنيه اسمها Fortunate Son. الاغنيه دي كانت معترضه على الحرب، كانت معترضه على البلود شاد اللي كان بيحصل في فيتنام. الاغنيه اسمها Fortunate Son، بيقول في الاغنيه I ain't no fortunate son، انا مش عايز ابقى الشخص المحظوظ اللي اروح لحد هناك علشان احارب وممكن ما ارجعش. فكان في كذا ناس ثانيه عملوا اغاني زي دي، جيمي هندريكس وسايمون اند غارفانكل، ناس ثانيه كتير. في السبعينات اكتر حاجه مسيطره كانت الدراجز السايكيدليكس، ففي اغنيه مكتوبه روبرت بلانت هو اللي كتبها اسمها Stairway to Heaven، كلنا عارفينها. Stairway to Heaven اتكتبت for no reason، Bohemian Rhapsody اتكتبت for no reason، Hotel California اتكتبت for no reason. ليه؟ creativity، علشان society كانت متأثرة جدا بالسايكيدليكس لدرجة ان هما فعلا كانوا بيكتبوا اغاني في اي كلام. في الثمانينات اكتر حاجة كانت ساعتها منتشرة mainstream media، cable TV، MTV، كل ده طلع، فكان في فوضى كايوس، وطلع حاجة اسمها هير ميتال، Guns N' Roses من أهم الهير ميتال بانز اللي كانت موجودة، بس عندهم أشهر أغنية بتاعتهم اسمها Welcome to the Jungle، بترفلكت الأيتيز تقريبا كلها. طب الأفتر ماث بقى بتاع الأيتيز وبتاع الفوضى دي كلها ظهر في التسعينات لما ظهر حد زي كوليو. توباك، دكتور دري، ايس تي وايس كيوب. الناس دول كانوا يعني متضايقين من السوسايتي تشينجز اللي كانت بتحصل، وكانوا متضايقين جدا برضو من الريسيزم اللي كان بيحصل في الفتره دي، فطلعوا جانر جديده كامل اسمه جانجستر راب، ده نوع من الهيب هوب. هم ما عندهمش الفوكال تالنت ان هم يغنوا، بس عايزين يوروا رايهم. كانوا بيتكلموا على الحاجات اللي السوسايتي لازم ان احنا نظهرها، اللي ما كانتش المينستريم ميديا بيتكلموا عليها، اللي ظهرت في الثمانينات. كل الناس كانوا متواصلين والحاجات دي وكده، بس هم المشاكل بتاعتهم ما كانتش بتتحاكى. طب كل الاكزامبلز اللي فاتت دي كان ازاي السوسايتي عملت شيبنج للميوزك، ازاي سيرتن ايفنتس يعني عملت انسبايرنج لاغنيه او جانرا كامل زي الهيب هوب. طب تفتكروا المزيكا نفسها تقدر ان هي تشيب سوسايتي؟ اه، وفي كل الاكزامبلز اللي فاتت دي. مثلا بعد لما فورتشنت سون ما طلعت، كانت من احد العوامل اللي خلت حرب فيتنام توقف من الاغاني اللي بتخلي الناس يحسوا بالمواطنه كده. في التسعينات بعد لما دول ما بقى عندهم سيلز كبيره جدا والاغاني بتاعتهم بقت من اشهر الاغاني، نسبه الريسيزم قلت، جزء منها علشان الوايت بيبل عجبهم برضو الهيب هوب يعني، بس هو علشان كانوا فعلا بيتكلموا عن السوسايتي تشينجز اللي كانت بتحصل. طب ما هو دلوقتي اتس ا سايكل، سوسايتي اثرت وخلت ميوزك تتخلق، والميوزك تقدر ان هي تاثر على سوسايتي وتخلي انه يحصل تشينجز. طب نشوف اكزامبل لدلوقتي. طب اوكي تعالوا نفكر. اد شيرن، لا اد شيرن قديم شويه. طب مين تاني؟ برونو مارس قديم برضه. حمو بيك دلوقتي، لو حد جه بقى من المستقبل، a time traveler جه وبص على الاغاني المنتشره بتاعتنا، بص على الترندز اللي احنا بنعملها في الشارع لما بننزل من العربيه علشان نرقص، او بص على الفيديوز اللي بتحصل وكده، تفتكروا هيرفلكت على السوسايتي بتاعتنا احنا ازاي؟ هيبص علينا زي ما جون فوجرتي غير في البلد، ولا هيبصوا اللي هو احنا هوبي، احنا ممكن رايقين جدا؟ هيفكر ازاي فينا احنا؟ Thank you.